السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تيفي مباشرة معكم من وسط المدينة بالطبع الطاكسية ديال الحوزية. واحد الشخص في حالة غير طبيعية، خالق الرعب أصحاب الطاكسيات وكذلك السكان. في هذه اللحظات كاميرات مراقبة رصدت العملية، وفي هذه اللحظات يتم القبض على هذا الشخص اللي روع هذا المكان ديال الطاكسيات وهز في يديه حجر.